نقاش ما بيخلى من الوطنية. شو مشكلتنا نحن اللبنانيين؟ سكرانين بشي منو حقيقي؟ فنان رأيه مسموع عند الناس أكثر من أي سياسي. سياسيين بالإجمال مش معودين على الصدق. والعتب على السياسيين. هل نحن يا ترى كشعب كنا ناطرين الحرب السورية لنكون كائبين؟ توني حنا هونيك عرفوك انك مميزه، هونيك عرفوا انه بيستفيدوا منك كتير، هيدا القوه بالانسان اللبناني. ضيف كريم سلام شلهوب. الافلام المصريه بالثلاثينات كانت تفرج الاشياء اللي نحنا كان بعدنا ما نوقف على الشباك. هيفا وسيدات اللبناني ميزي بالدول العربيه، يعني اذا غارت يعني بتكون شغله طبيعيه. 3:30 المساء على المستقبل.